عنه وكده وبقى في اهتمام، عايزه برضو اهتمام الفنون الشعبيه، لسه الفنون الشعبيه مش زي الاول خالص، لا لا خالص، لازم يكون الاول تاني كده. وانا متاكده طيب طبعا خش حضرتك عادي، وانا كمان دلوقتي بقى مهتميه بالفن جميع فروعه، لان الفولكلور الفن الشعبي ده شيء مهم جدا جدا. اي مهرجان في العالم كنا بنروح نلبس لبسنا في الاستاد، كل بلد ترقص Yeah, yeah. 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 Yeah